السائلة أم حذيفة سؤالها الأخير تقول: امرأة لها طفلان، وعندما كانوا نيام انقلبت الأخت الكبرى على الصغرى فماتت، فما الواجب على هذه المرأة؟ فإذا كان الصيام، هل هناك من بديل؟ الأم ليس عليها شيء لأنها لم تفرط في هذا، وإنما الكفارة على الكبرى التي انقلبت على الصغرى إذا كانت هذه الكبرى قد بلغت، إذا كانت قد بلغت سن التكليف فإنها تجب عليها كفارة الخطأ وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين. أما الأم فليس عليها شيء في ذلك لأنها ليست متسببة وليست مباشرة أيضا. نعم.